في الواقع قبل بضع سنوات أعلنت الحكومة أن 17 من ديسمبر احتفال بيوم الشهيد، وهي بذلك تريد في الواقع خلط الأوراق. يعني في جانب آخر، إذا أخذت بعين الاعتبار الآن أن في قتلى من الحكومة، في قتلى من الشرطة، والجماعات الإرهابية لديها قتلى إلى آخره، أعتقد أن موضوع الشهادة يصيبه في ظل ذلك الكثير من الضبابية. وأنا أعتقد لهذا السبب أن هذا يوجب على الناشطين هنا تكريس وقت أكثر لوضع هذا المضمون في إطاره الصحيح. حتى إذا ركزنا في الحالة البحرينية، فلأن الموضوع جيد من ناحية الخطابة وتذكار الشهداء، لكن أعتقد أن في نحتاج إلى معالجة أكثر عمقا لهذه الحالة، ليس لجهة عطاء الشهيد وهو أمر مهم، لكن لجهة أنت الآن بحاجة إلى رصد حالات الشهادة التي مرت في العقود الماضية وتكريسها كحالة عطاء، كحالة فداء، خصوصا أننا في بعض الأحيان تبدو بعض الجمعيات أو القطاعات تحتفل بشهدائها فقط. وأنا أشيد على سبيل المثال بجمعية وعد، التي طالما ذكرت الناس بشهيدها أو بشهيد الوطن في الواقع محمد بوشيري، الذي سقط بالمناسبة في 2 ديسمبر في 1976 إذا أنا مش غلطان. بالمناسبة ديسمبر غريب في قصة الشهداء، وأنا أكثر ما يلفتني هو أن الشيخ الجمري رحل في 18 ديسمبر، ودائما أقول أن هذا أكبر احتجاج، ما أعرف كيف أصيغها، يعني لأن الشيخ الجمري هو لم يختر يوم وفاته، لكن هذا تعبير عن الاحتجاج بأن يسقط الشيخ الجمري بقامته في هذا اليوم. أنا كنت أتمنى أن عبد الرحمن النعيمي يعد شهيد حقيقة، يعني وأنا ما أعرف وعد ما كرسوه كشهيد، يعني يقدم كمناضل أكثر منه يقدم شهيد، مع أنه يستحق بالفعل أن يكون في هذا الموقع. أنا ما أريد أطيل أكثر، فهذا جانب. أنا أعتقد إذن في حاجة إلى جهد حقيقي لعدم خلط الأمور، والحكومة اختارت هذا اليوم وأربكت الحالة الآن، أربكت الحالة. وإذا أخذت بعين الاعتبار أن حتى في فترة العقد اللي بين 2001 و2010 ما تمكنت القوى الوطنية من الاحتفال إلا نادرا بيوم واحد، لأن الكل يختار أيام معينة. مع أن أنا ما أعتقد أن تحديد اليوم هو المعضلة، إحنا ليش يكون تحديد اليوم هو المعضلة؟ فهذا يحتاج شوية قاعدة من المعنيين يحددون يوم ويكرسونه بطريقة مختلفة عن التكريس الحالي الذي يعالج جوانب مهمة لكنه يخسر في، يعني افترضوا أنت كل سنة ركزنا على شهيد على سبيل المثال، كل سنة باسم شهيد على سبيل المثال الاحتفالية، وليكن في أي وقت، مو مهم الوقت ما دام هذا قطاع أوسع تتفق عليه. أول شهيد تعرفت عليه قبل ذا، في الواقع كان من حسن حظي، جعفر قولي متى أوقف، كان من حسن حظي
أني تعرفت كثيرا على الشيخ الجمري. كان الشيخ الجمري في الثمانينات كان يجي بيتنا إلى سنوات طويلة، 10 سنوات كان يصلي كل أحد، كل ليلة أحد، وبعدين قعد عشى في البيت. فطوال سنوات كان بالفعل الرجل في أحلى ما أحببت في الشيخ الجمري أنه إنسان. ممكن تجد منه بعض الأخطاء وبعض الهنات، بشر، لكن حتى في الجانب السياسي الذي ربما البعض يجادل في بعض مواقفه، لكن لأنه رجل بحق صار نموذج للشهيد في البلاد. الشهيد الأول اللي تعرفت عليه كان محمد مدن. ما تعرفت عليه في الواقع، كان أول مظاهرة أشهدها في حياتي، كان عمري 9 سنوات في 81، وبمناسبة 14 فبراير، بعد هذا يوم غريب عجيب يعني، 14 فبراير 81 استشهد محمد مدن في جارتنا الدير. احنا بيتنا في وسط الديرة، صوب الماتم وصوب المسجد الرئيسي. فجت التظاهرات يعني كانت التظاهرات صاخبة، يعني واحد مثلي مو مستوعب الحدث، ومال الدير احنا بتقال كانوا مليانين غضب وهم طالعين من الدير. طبعا هو توفي في السجن. التظاهرات كانت 15 فبراير وهو قتل 14 فبراير. جل فجابت التظاهرات أيضا منطقتنا. فهذا ربما أول لحظة سياسية إذا تحبون، أول لحظة سياسية أنا مرت بها، وتشعر بالفعل بالغضب، ولكن أيضا بما يخلقه هذا الشهيد من حياة لهؤلاء الناس. الدير تغيرت كثير بعد الشيخ محمد، بعد وفاة محمد مدن. وممكن واحد يرصد هذا التغير. صحيح هذا التغير يرتبط بلحظة الثورة الإيرانية وما تلاها، لكن أيضا يرتبط بالنمط اللي فاللحظة هذه غيرت الدير. حتى أقصد لحظة محمد مدن، أقصد هي ليست لحظة معزولة عن الثورة الإيرانية أو عن أي أحداث أخرى، لكنها كانت لحظة ساهمت. لأن أنت أوكي الكل يتكلم عن إيران أو عن الثورة في إيران، بس أنت الآن عندك حدث كنت قاعد تشوفه مثل حدث 14 فبراير. أخيرا يعني بالنسبة إلي على الأقل، يعني أنا في جروب موجود في آباء شهداء وموجود في معتقلين أو عوائل معتقلين سياسيين وكذا، وألاحظ الشغلتين. ما أعرف هذا كيف ينقال يعني، بس ما حتى لو سمعوني الآباء يعني سامحوني. أولا تلاحظ الوجع، وجع وجع وراحة وجع أهالي المعتقلين، لأن هو شو يقول هذا الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت اللي موجودين في الجروب؟ فلان اتصل، فلان ما اتصل، فلان ودينا لأكل، فلان اليوم زيارته، فلان مريض ما ودوه المستشفى، وفلان شهرين ثلاثة ما أعطونا زيارة، وفلان يعني وجع شديد. بالمقابل آباء الشهداء حالة من حالات الاستقرار النفسي غريبة عجيبة. يمكن أنتم تعرفونهم يعني، أحياناً يصير واحد فرصة يتكلم. حالة من حالات الاستقرار النفسي غريبة عجيبة. بالمناسبة لفترة من الفترات قاد آباء الشهداء لحظات كبيرة من النضال السياسي،
لحظات كبيرة من النضال السياسي. أنا أريد أن أختم بالتالي. بالنسبة لي أكبر وجع لما يسقط شهيد يعني صغير في العمر، وبالفعل سقطوا عدة شهداء في على الأقل الفترة الأخيرة أعمارهم يعني صغار، فهذا بطبيعة الحال مؤلم أكثر من غيره، ولذلك أيضا هذين يستحقون اهتمام أكبر. وأنا أعطيكم مثلا قصة، إحنا عندنا قصة الحسين، قدم شاب وقدم أخ وقدم ابن وقدم عبد الله الرضيع كنماذج. هذه إحنا عندنا في البحرين هذه النماذج أيضا موجودة، سواء يعني الشاب اللي عمره يعني 70 وأقل وأكثر، أو الشاب أو الصغير، أو حتى بعض الرضيع اللي توفى في أقصد أنا لهذا السبب أنت تحتاج تقدم هذه النماذج بطريقة أقرب إلى الناس تشعر بها، ولعل القدوة تكون أكثر من ذلك. سامحوني ألا لا أعرف أن أو تفاديت في الواقع أن يعني أذهب في الرثاء، لأني أتوقع أن هنا يعني أكثر قدرة مني في ذلك، لكن أنا أثمن كثيرا هذه الجلسة، لكني أظن أيضا أن الشهيد يعني إذا تريدون هو جذر أساسي، أعتقد أننا كثيرا ما نقصر في حقهم. والسلام عليكم.